السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع سمبوب اي اي موقع جميل جدا، فيه ميزة كتير قوي بالذكاء الاصطناعي، وفي ميزة ضافوها حديثا الا هو لو انت عندك ملف بي دي اف تقدر تديه لبوب اي اي ويحوله لك لبرزنتيشن على طول. طيب يعني خلينا نبدأ نرفع ملف، اقول له ابلود فايل، وابدأ اختار ملف بي دي اف بالشكل دوت واقول له اوبن. هو يبدأ ان هو يفتح الملف دوت. تقدر ان انت تسأله كأنك بتسأل شات جي بي تي، لكن بيبقى متخصص في البرزنتيشن دوت. اول حاجة عملها بدأ يلخص لي ورقة البي دي اف اللي موجودة. نقدر نيجي هنا ونقول له ترجمها لي مثلا لأي لغة انت عايزها. زي ما انت شايف تقدر هنا تقول له انا عايز سامري، عايز البرزنتيشن هنعملها دلوقتي. تمام، ممكن تقول له انا عايز مثلا شوز فايل تايب جنرال ولا بيبر ولا ريزيوم. طيب ممكن اقول له مثلا عايز برزنتيشن لاكاديميك كونفرنس. فيبدأ ان هو بالعربي يبدأ يقسمهم لي لكذا جزء بحيث ان انا اقدر اجهز البرزنتيشن بالشكل دوت. كريت برزنتيشن، يبدأ بقى يعمل لي كرييت لي البرزنتيشن. اهو بدأ يعمل لي كذا صفحة من البيبر او من الكتاب اللي انا كنت مجهزه. وتقدر تعمل شات مع مع حوالين ورقة معينة، يعني ممكن يكون عندك ابحاث معينة فتبدأ ان انت تسأله. فدي اكبر ميزة جديدة نزلوها دلوقتي، انا شايف انها رائعة. يعني ممكن تقول له انا عايز اجهز اعمل صور، فهو مرتبط بديل اي 3 يبدأ يعمل لك صور دوت تكست، يعمل لك الصور اللي انت عايزها. كودينج انسر فلوت شارت، تديله معلومات معينة يبدأ ان هو يجهز لك منها فلوت شارت، يبدأ ان هو يحللك المشاكل اللي موجودة في الكود البرمجة اللي انت عايزه.